من حاز العلم وذكره صلح الدنيا وآخرته. من حاز العلم وذكره صلح الدنيا وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فمرحبا بكم إخواننا وأحبابنا إلى هذا البرنامج بعنوان قراءات رائقات. كل منا عندما يقرأ يلفت نظره في قراءته عبارات، ويلفت نظره عند قراءته جمل كريمات. فسنكون معا إن شاء الله في اختيار هذه الوقفات الطيبات، ونسأل الله أن ينفعنا بها في هذا الشهر الكريم. نحن الآن مع كتاب الإحياء، هذا الكتاب الذي تربى على مائدته كثير من الطيبين ولا يزالون ينتفعون به. إنه الكتاب الشهير لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. وعندما جئت إلى كتابي عجائب القلب بعد أن قرأت الإحياء كاملا، كانت من أمتع أيام العمر. وقفت على هذه الجملة وأحب أن تشاركوني معا في التأمل بها، وهي قوله رحمه الله تعالى: القلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله. ما أخصر هذه الحروف وما أجمعها! هذا القلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله. كم هي هذه الأشياء التي تشغلنا عن الله! وكل شيء شغلني عن الله فهو حقيقة عدو. فلنسلم هذه القلوب ولنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ننجو يوم القيامة إلا إذا سلمت قلوبنا من التوجه لغير الله. الحق أن هذه القلوب هي من ضنائن ما خلق، وأنا بقلبي وأنت بقلبك، فما هو الذي يشغل قلبي وقلبك؟ نفعنا الله سبحانه وتعالى بدلالات القرآن وهدايات النبي عليه الصلاة والسلام حتى تصفو منا هذه القلوب وتتوجه إلى الله تبارك وتعالى. وقد جاء قوله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنحن إذن بقلوبنا، فلنراعي هذه القلوب، لنراعي هذه المضغة الإلهية واللطيفة الربانية التي يتكلم عنها وعن شؤونها الكمل. إننا لا ننتفع لا بشهر رمضان ولا بغيره إلا إذا صفت منا هذه القلوب وتوجهت إلى الرب تبارك وتعالى. نلحظ أن الإمام يختصر لنا عوالم في شؤون القلب فيقول: وبإظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه، إذ كل إناء ينضح بما فيه، كل إناء ينضح بما فيه، وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه، وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه.
وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه، وإذا جهل نفسه فقد جهل ربه. وأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم. كم هذه الكلمة أثرت في أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم. فلنتعرف على ميادين هذا القلب وما يشغله حتى نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ونقبل ونكون على حال مرضي. اللهم طهر منا هذه القلوب، اللهم نقنا من كل شوب، وانفعنا بما تنفع به عبادك الصالحين، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. من حاز العلم وذكره صلح دنياه وآخرته. من حاز العلم وذكره صلح دنياه وآخرته. فأدم للعلم مذاكرة فحياته